صباح الخير مرة ثانية، حب أبلش اليوم إن شاء الله بأول. بأول محاضرة. السلايد واضحة لكم أو لا؟ لا. مرة أخرى نحكي عن مصانع بشكل سريع. Concrete technology. نحن حنحكي عن أهم مادة تستخدم في البناء نحن في منطقتنا. طبعاً أنا كمان بالنسبة لنا المفروض أعرف إيش الكونكريت ستراكشرز إيش الستيل ستراكشرز. وفي عندنا شيء أيضاً آخر ما يسمى التمبر ستراكشر أو التمبر ديزاين، الشيء اللي بيكون مصنوع من خشب. فعلياً من أهم المواد المستخدمة في البناء نحن نحكي بالستيل والكونكريت أند التمبر أو هو الخشب. نحن في منطقتنا المادة أو الماتيريال مين كونستراكشن ماتيريال المستخدمة في البناء ما تسمى بالكونكريت. هلا إذا بنعرف الكونكريت هلا بنحكي إيش هو الكونكريت. وطبعا الكونكريت يعني في مكس عبارة عن خليط. رح نحكي عن كل تفاصيل أو أهم البروبرتيز لكل الإمبيدات المستخدمة في الكونكريت. لكن بداية رح ناخذ بس إيش يعني الكونكريت. في عندنا مصطلحات رح تتعرف عليها أو تسمع فيها كثير. كونكريت، سيمنت فيس أند ووتر، إيش بيفرق كل واحد عن الثاني؟ ايش المستخدم في البناء؟ ايش المستخدم في الاتصال او عمليات التشطيبات؟ ايش المستخدم بشكل الشارع؟ هلا اذا نحكي عن الكونكريت او نعرف هاي الماتيريال. إذا كومبوزيت ماتيريال كومبوزد في جرانيول ماتيريالز اجريجيت، الجرانيول از اجريجيت، والفاين ماتيريال المستخدم هي السمنت. So it's a composite material composed of granular material as aggregate. Infinite in hard matrix of cement that fills the space between aggregate particles and glue them together. فليه نبال عن granular material and fine material. إيش الفاين material أو الشيء المعنى هو هو السمنت. خليط ما بين السمنت والأجريجيت. وهنا رح نحكي عن الأجريجيت. What types of the aggregate? Fine aggregate and coarse aggregate. هلا fine aggregate and coarse aggregate and cement. هل هذا الخليط بيتم بهذا الشكل؟ طبعا لا، نحن عم نحكي عن إيش؟ عن dry material سواء السمنت أو الأجريجيت. ايش الشيء اللي بنضيفه حتى يصير في عندنا ميكس او خلطه هي اضافه المياه. فعليا هي اضافه المياه على السمنت بيعمل عنها ما يسمى هايدريشن. هايدريشن او هي عمليه التفاعل بين السمنت اند الووتر. هذا الشيء اللي بيعطينا خليط، هذا الخليط شو بيعمل؟ هو عباره عن كوهيسيف ماتيريال، كوهيسيف ماتيريال مثل ماده لاصقه. فهو يتم خليطه مع الاجريجيت بشكل احجام، فهي فعليا تبدا الفراغات بين الاجريجيت بارتيكلز. والشغل الثاني هي اللي بتعمله ايضا بتعمل كوهيسيف وبتعمل تماسك بالعجين. هلا هذا الشيء كيف بيتم؟ طبعا في عندنا اوريدي في شيء عباره عن بروسيجر او ميكسنج بروسيجر حسب الستاندرز اللي هو بيضيف كميه من الاجريجيت على الاكسمنت ووتر وبكده بتتم عمليه الخليط. من احد التجارب المهمه عاده في اللاب هي بتكون عباره عن ميكس ديزاين، هي من احد التجارب الكبيره اللي بتختم باللاب او الماتيريالز. هلا اذا بنحكي اجين عن مره اخرى عن الكونكريت، فايش هو الكونكريت؟ الكونكريت عباره عن سمنت، عباره عن سمنت ووتر اند اجريجيت. ويتش اجريجيت؟ فاين اجريجيت اند كورس اجريجيت. كيف فيني انا كمهندس اميز بين الفاين اجريجيت اند الكورس اجريجيت؟ هذا الشيء بيعتمد على الستاندردز ما يسمى بالسيف اناليسيس تيست او ما يسمى بالجرين ديستريبيوشن تيست، وهي عباره عن تيست مستخدم من خلال السيف حتى نحن او نعمل تلخيص فعليا، يعني عمليه سيفنج او عمليه تلخيص. بحيث كل الاجريجيتس اللي بيكونوا ريتيند اون سيف نمبر 4 او اكبر من سيف نمبر 4 فهم عباره عن كورس اجريجيتس. وكل الاجريجيتس بيكونوا باسنج فروم سيف نمبر 4 او اقل من سيف نمبر 4 بيكونوا فاين اجريجيتس. فالحد الفاصل ما يصير لسيف نمبر 4 او ما يسمى وهي سايز 4.75 ملم. هذا الفرق بين الفاين اند الكورس اجريجيتس.
بالنسبة للكورس أجريت في عنا عدة تدريجات في شيء بيكون، وبالنسبة للفاين أجريت في عنا أيضا عدة تدريجات، لكن بشكل عام الخليط between the fine and the course هذا اللي عندنا، فتسميها blended aggregate أو الخليط between the two types of aggregates. هلا water إذا بنحكي بشكل سريع، طبعا إحنا هناخد chapter على water، هي المياه الصالحة للشرب باختصار، مياه ما فيها نسبة كلورات عالية أو نسبة أملاح عالية. هلا إذا بنحكي بالنسبة للسم، إيش اللي بيفرق؟ هل ممكن يكون في عندنا different types of concrete mix؟ يعني في عندنا هذا الخلطات، طبعا هذا الشيء بيختلف حسب الwater acid ratio يعني نسبة المياه للسمنت. والموضوع الثاني هو التايب اوف سيمنت، لان اول شابتر نحن حناخذه هلا ببلش فيه هو عباره عن شابتر فور ذا سيمنت، فحناخذ الديفرنت تايبس اوف سيمنت، ايش الكيميكال كومبوزيشن فور ذا سيمنت التركيب الكيميائي، كيف فعليا بتتم عمليه التفاعل. في عندنا المين فايف تايبس اوف سيمنت اللي بسموهم تايب 1 2 3 4 and 5، وفي عندنا شيء بسموه سبيشال تايبس. هل كل نوع من الاسمنت له استخدام خاص؟ طبعا. هلا في نحكي الاورديناري تايب او الشيء اللي بيستخدم هو ما يسمى البورتلاند سيمنت تايب نمبر 1، لكن في عندنا عده انواع كل نوع له استخدام. So the complete again سيمنت بلس ووتر بلس اجريت. هلا في مصطلح ثاني او كمهندس انا ممكن اتعرف عليه واشوفه بكثير، سواء كنا نحكي في اللاب او نحكي في الكتب او انا كمهندس في الميدان العام. ما هو الموتر؟ هو السيمنت بلس ووتر بلس فاين اجريت. عندنا مثال for fine aggregates، هذا الشيء معروف الساج ربنا هذا مثال على fine aggregates. So the mortar is cement, water and fine aggregates. يعني الكونكريت مستخدم في كل عمليات البناء، في إنشاء أي عنصر خرساني. ما هي أهم العناصر الخرسانية أنا كمهندس ممكن أصممها؟ القواعد بكل أشكالها، العمدان أو الأعمدة إلى الكولومز، كنا نحكي عن الوالز أو الجدران، كنا نحكي for the beams فيسمى بالكمالات أو الجسور، كنا نحكي عن السلابس أو ما تسمى بالعدة سواء كان سوليد سلاب أو ريب سلاب. وطبعا في عنا عدة أيضا ستراكشر ممبرز أخرى، مثال على ذلك في عنا الدرج، في عنا مفرد الدرج سواء كان الفلايت أو اللاندنج اللي هي الشاحن أو البسطة، في عنا الووتر تاب وعدة أشياء. طب إذا نحكي للموتر، هل يستخدم الموتر؟ طبعا استخدام الموتر هو شيء شائع، هو اللي بيستخدم الموتر. البلاستيك أو الكسالة عبارة عن موتر. المادة اللي بتستخدم لتثبيت البلاط على الأرض عبارة عن موتر. هلا المادة اللي تستخدم لتسريب طبقات اللوح على الأرض هي عبارة عن مونة. هلا بالعامية بيسمونها المونة، تمام؟ فمصطلح يكون ايش المونة؟ طيب بتكون زي شباب؟ ايش كمان هلا مصطلح المونة ممكن تلاقوه بعض الكتب المترجمة للعربية بسمها طلاق، تمام؟ وهي نحن بالعامية بنحكيها المونة. هي ايش يا ابو الموتر؟ بس وثر بس فاين اجريت اللي هي الوتر معنا. لكن معظم العمال في نيو يورك العمل لما يكون يوصل لمرحله الكساره ايش الحاجه اللي بتكون في عندهم؟ مرحله التدخين حتى يوصل التعليم على الوتر. اخر شيء نحكي عن سيمنت بيس. سيمنت بيس هي سيمنت بلس وثر. وفعليا خليط بين السيمنت اند الوتر. اول تجربه بنحب نعملها ان شاء الله بالماتيريال ستار هي النورمال كونسستنسي اسيتيك تايم اون سيمنت بيس. هل استخدام السيمنت بيس شائع بشكل عام في الحياة العملية؟ لا. هنحكي لاحقا ايش يميز الموتر او الكونكريت عن السيمنت بيس، لكن اكثر شيء هو الكونكريت او الموتر. لانه لو كنت انت بمكان اقول لك حتحضر عينة موتر، ايش حتستخدم؟ موتر سيمنت او فاين اجريت. لكن حتشكل كونكريت از بلاي كونكريت بدون تسبيح اللي هي عينة الكونكريت سيمنت ووتر فاين اند كورس اجريت باختلاف البرسنتج. يعني احنا ان شاء الله حنوصل لمرحله الادمكسترز او الميكس ديزاين، حيكون بقى انه في عندنا ووتر سيبريشن مختلف وحناخذ اسم مختلف للكورس اند فاين اجريت. اوكي، واضح بالنسبه للثري ديفينشنز اللي اخذناهم. ان شاء الله اترك اللعب تكتبوا الاون ذا سيمنت بيس، حتاخذوا تجربه اون ذا موتر وحتاخذوا تجربه اون ذا كونكريت. والاشياء المهمه حتاخذوا ثلاث تجارب اون ذا اجريت او حتفحصوا تعليم البرابتس فيزيكال برابتس فور ذا اجريت. فيكون محكي ونحن في المصاعد اللي حنعمله فعلياً حنتعرف على كيفاتيس فور ذا سيمنت، كيفاتيس فور ذا اجريت، فور ذا ووتر، واخر شيء نحن حنتعرف على ما يسمى بالميكس ديزاين. فور ذا نيكست سلايد. إذا نحكي فور ذا يونت فورم اوف كونكريت از ذا وان فوليوم او ون كيوبيك فور ان اكزامبل، هتكون ووتر، سيمنت، اجريت. وإذا بنلاحظوا في عندنا اير ما يسمى بالتراب اير. فعليا خلال عملية التفاعل ممكن يكون في عندنا فويس بين ذا اجريت بارتكلز أو داخل الخلطة، طبعا هذا الشيء ممكن يكون موجود. في الأغلب نحن بنسعى يكون في عندنا المينيمم
مش زيرو انما المينيمم فويس بيرسنتج، وبالعاده حتى يكون في عندنا بتكون سترينث عاليه. وتذكروا دائما انه في علاقه بين الفويس اند سترينث، كل ما بتزيد سترينث الفويس فالسترينث بيقل، كل ما بتقل سترينث الفويس فعليا بتزيد عندنا الفويس. هل نحن بحاجه الى زيرو بيرسنتج؟ لا، نحن بحاجه الى مينيمم بيرسنتج اوف ذا فويس. لأن الفويس سمتايمز بتكون مهمه ترى عمليه التفاعل اللي شفتي عندنا اللي هي التفاعل، ونحكي عن results of the calibration process حتى اللي هي تعبية أو اللي يكون بأكثر. فهذا المكون الأساسي اللي ما يسمى الكونكريت. هلأ إيش السبب في استخدام الكونكريت؟ وأنا مرة أقول حكي خاصة نحن في منطقتنا عدة أمور. لازم نحكي الكونكريت is a widely used construction material because of low cost of its ingredients. ونحكي هون عن اللي هي فعلياً الأجريت مستوى ليس عالي. فعلياً ممكن نحصله المياه أرضي، ممكن نحصله من أي بئر أو من أي مصدر مياه. ممكن الأسمنت يكون سعره عالي نوعاً ما، لكن إذا نقارن مع وجود الأجريت ووجود الموتر فيعتبر كل مجمع في أن low cost of its ingredients. Availability of its ingredients. أجريت هذا السنة. نحن في منطقتنا. الأجريت سواء كانت ناتشرال أو أرتيفيشال يعني طبيعية تكون موجودة. موجودة في الكسارات، موجودة في الطبيعة، أو نحن بنكون نتيجة الكسارات اللي عملت التكسير فيها متواجدة. هلا إذا بنحكي عن السمنت، السمنت لأنه المادة الأساسية في صناعة السمنت أو ما تسمى الكلينكر هي متواجدة. لكن المصانع المادة الأساسية أو بنحكي البرايمري اللي بتكون ماتيريال فور كونستراكشن أو عملية التصنيع هي الكلينكر متواجدة. ونحن إن شاء الله حنتعرف على طريقة تصنيع الأسمنت. ففي عندنا تو مين تايبس اللي هي فور سمنت برودكشن. إيش هي؟ بتسمى الدراي. في عندنا بدنا بدرايف يزول بدنا نتابع عليهم إن شاء الله بالنفس سلايد. هلا it's ease of construction as mortgage complexity. طبعا فعليا عملية الخلط تعتبر عملية سهلة وعملية اللي هي المود يعني إذا بناخد مكتير بحاجة فريش ستيت وتشكيلها في المود فهي سهلة. بمعنى آخر إذا نصب القواعد في العملية سهلة تاخد شكل اللي هي فوق أو اللي هي فريم وورك والقاعدة. إذا نصب الأعمدة فبتكون نفس الشيء للبيز أو السلايد. وحتى نحن في المختبر حكيت لاحقاً لما يكون في عندكم عينات في سامبل سبيسيمنز قد تصبوها حتكون العملية أيضاً سهلة. لأنه لما نحط الفريش ستيت بتكون العينة غير ممكن نستخدمها أو نكون سهل تشغيلها. It's good durability وفعليا من أهم الشرط حنغطيهم إن شاء الله للديورابيلتي. إيش مقصود بالديورابيلتي؟ الدايما. بمعنى آخر هل ممكن بناء كونكريت يستمر إلى عدة سنوات طويلة؟ ممكن يستمر إلى عدة عقود من السنين، وهذا الشيء ممكن نشوفه في البنايات الطبيعية وحتى في البنايات الموجودة. فهذول من أهم الأسباب اللي استخدامها يسمى الكونكريت في عملية الإنشاء. Again, chapter number one for this course هيكون السمنت. وهذا بنحكي إذا نحكي السمنت مرة ثانية. Cement in general can be described as a material with adhesive and composite properties. مادة تعتبر أدهيزف أم كوهيزف، مادة هي بنفسها كخصائص هي متماسكة، يعني إذا نحن فعلا مع المياه تعتبر مادة متماسكة، وبنفس الوقت المادة أو نفس الوقت هي مادة لاصقة، بمعنى آخر تجانسها مع بعض كبارتكلز ممكن تتشكل، لأنك أنت لو تضيف مياه على الأسمنت هتلاقيها مثل بيست مثل عجينة، تقدر تشكلها بسهولة، وبنفس الوقت تعتبر مادة لاصقة، يعني إذا أنا بضيفها على الأدوات ننظر لمدة هلا 24 ساعة ايش حنلاقيها فعليا عم تتصلب بشكل كامل. هلا طبعا نحن لاحقا حنحكي عن ما يسمى الستيتنج تايم، الستيتنج تايم هي بداية عملية التصلب، هذا حنحكي ان شاء الله بالنسبة للسن. So again, بنعتبر this material is adhesive and cohesive properties which make it capable of bending material or convert the bonding mineral fragments into a compact body. بمعنى اخر هي مادة متماسكة مع بعضها أو متماسكة بأجزائها وأيضا لاصقة. فإذا أضفناها مع مواد أخرى إيش في النهاية تعمل؟ بتشكل معلقة بمعنى آخر ماتيريال أو مادة متماسكة. وهذا أهم ما يميز بعض الكونكريت إنه فعليا بعد على الأقل نحكي 24 ساعة إيش المادة تكون فعليا؟ تكون متماسكة تماما بتكون متصلبة. من الأشياء المهمة بالنسبة للسمنت إنها مجرد ما بدأت تتصل إيش بدأت؟ تبدأ تصير قوتها. وهذا اللي بيهمنا نحن كمستمدنية، أي بناء في عملية الإنشاء إيش بيهمنا يكون في عنا؟ هي عبارة عن السيف أو قوة التحمل، وإلا ما كان تم استخدام هذا المزيج حتى تتحمل أحمال مختلفة. فالمدارس بنحكي عن المستشفيات، بنحكي عن المنازل، يعني برايفت هاوسز وهوسبيتالز، بنحكي عن سكولز، بنحكي على فرق، على لايبرز، مختلف المنشآت فعليا بيكون عندنا هذه المادة وبكون في عنا هذا القوة
أو المثال باستخدام ما يسمى هو الكونكريت. فالجزء الأساسي بالكونكريت هو السيمنت. The cement of interest and the making of concrete have the property of sitting and hardening. هذا يكون نحكي ما هو السيمنت والتصلب. Okay. لايك ما بالنسبة للسيمنت في عندنا two types of cement. Initial sitting time and final sitting time. إن شاء الله حنحطهم بالتفصيل إيش الفرق بين الاثنين. هاردنينج هي عملية التصلب ومرحلة القطن، يعني فنية بعد محدد إيش تكون تكسر القطن. أي قوة بناءً على الخطة المفروض نحن نحقق قوة. فعلى سبيل المثال ممكن نحتاج بدء قص لكيوبس مكعبات من الكونكريت. المفروض تحقق 25 ميجا باسكال. إيش المقصود فيها؟ إنه المينيموم سترينث في الكيوبس إذا كسرناها كم المفروض تكون القوة؟ 25 ميجا باسكال. طبعاً أي قوة أعلى من 25 فبتحقق. أقل من 25 إيش حيكون مع متحرك مليئتي؟ فالحادي طب أنا كمهندس كافيني أوصل لـ 25 أو 30 أو 35 أو 20؟ هذا الشيء بيحتمل حسب الخطأ لأنه المفروض عشان بيكا فيسمى بميكس يساعد. So, the property أو المفرز مهمة بالنسبة للسيمنت sitting and hardening under water by virtue of the chemical reaction with its and are therefore called hydraulic sink. فهي إضافة مياه إلى السمنت تتحمل عملية التفاعل والسمنت بتشع استخدامه. وإذا بحكي عن الفورد السمنت بيتحدث عن نحن في المصنع يسمون هايدروليك سمنت. إيش هو الهايدروليك سمنت؟ حتستعمل أو نحن مصطلحين لاحقا هايدروليك سمنت أم نون هايدروليك سمنت. إيش النوع الشائع استخدامه؟ ده هايدروليك سمنت. على نحن هنحكي عن الفورد السمنت. الفورد السمنت أي نوع أو هو إيش يعتبر؟ يعتبر هايدروليك سمنت. Hydraulic cement, the cement that sits in the air as wet as water. بمعنى آخر إحنا. على إيش عملية التفاعل between the cement and water. إذا كان بيجي water عادي يعني بي without water ممكن تتفاعل، وإذا كان أي ظرف من ظروف الرطوبة أو ظروف المياه يعني بمعنى آخر لو في عين under the water ممكن تتفاعل بغض النظر عن أهمية المياه. السمنت رح ياخذ كمية المياه المناسبة فقط لعملية الهايدريشن. واحد يجي بيكتب يعني ما بياخد كمية زايدة. هلا عملية الهايدريشن إيش يعني عملية الهايدريشن؟ سمنت عبارة عن مجموعة من التركيبات الكيميائية. إضافة الوتر إلها إيش بيعمل؟ بيعمل تفاعل. متى ممكن ينتهي التفاعل؟ بس تنتهي كل المركبات، هذا كل المركبات كاملة تتفاعل مع المياه، إيش بقى يعني تنتهي عنها؟ تنتهي عملية الهايدريشن. متى تتوقف عملية الهايدريشن؟ بحالتين. إما كمية المياه تنتهي وتتوقف أو البازش أو الكيميكال كومبوزيشن سنت سنت يبدأ فبهاي الحالة إيش بينتهي الهايدريشن عملية التفاعل. فإضافة كمية مياه زائدة هل تعطيني كمية تفاعل زيادة؟ لا، هي فعليا تكتفي بالمياه وما يسمى هلا نحكي الأمانة فوتر عادة تكون فوتر ميكس. هذا يكون مهم. فأجين هلا بتساوي نحكي الكومن تايبس أوف السمنت المستخدم إيش هو؟ هايدروليك سمنت. رح إن شاء الله رح ناخد الكلاس as a part of cement. إيش هيكونوا؟ هيكون عبارة عن hydraulic cement. مرة أخرى إيش يعني hydraulic cement؟ هو نوع السمنت اللي هي يمكنه التفاعل سواء كان في in the air اللي حاب يكون dry أو بيكون under the water أو in the water. فعلى حالتين بيكسب أو بيكسب عملية التفاعل فعلا. هلا إذا بنحكي بالنسبة للhustry of perfect أو فعلياً مين هو الناس أو نحكي أول حضارة أو الهدف من تخطينا كثيرة فعلياً تعرف أصولها هي الثانية كل أقل هي تبقى أصول رومانية لكن هي الأصول القديمة هي اليونانية أو الجريكس هي أصول اليونانية الرومانية وطبعاً معروف نحن عندنا موجود فعلاً في البناء الروماني أو هي عبارة عن التاريخ الروماني في البناء موجود فإذا نحكي نحن مرة أخرى إيش هي The first Palestinian silicate cements were produced by the Greeks and Romans وإذا نحكي عن نحن الماجر إيش هي السيليكات أو السيليكات نحن نشوف الكيميكال كومبوزيشن لا أزود الأعداد إيش هتكون من أهم شيء هي السيليكون وإذا نحكي عن نحن المركب الأساسي يعني إذا منرال أو نحكي أو سوري فعالية المعبد الكيميائي إيش بيكون أس آر أو السيليكون يعني حلاقيها في كل التركيبات إيش موجود في عندنا في عندنا ما يسمى عليه هلا إذا نحكي نحن تم اكتشافها، فعليا تم اكتشاف هذه المادة فعليا نفهم أو نحكي الأساس from volcanic ash، إيش من volcanic ash؟ رماد البركاني. هلا الرماد البركاني أو ما تشوفوها إنه الرماد البركاني مع إضافة المياه أو بعض المياه إيش هذا التفاعل معه؟ أصبح في عندنا تفاعلات وأعمال المادة اللي فينا نسميها adhesive and cohesive material. هلا إذا نرجع فعليا لل volcanic ash ونرجع للتركيب تبعها فهي هي ما بتكون فيها سيلفر مع السيليكا ولكن
تشرح لنا ثانيا حد مشابه تماما للسمنت اللي احنا بنستخدمه حاليا. هلا السمنت او البوركن عشان يتعمل بتاخد او ياخد ولا بنسميها ما يسمى في البوزاليميك بتكون ماتيريالز. هتلاقي في عندك هذا المطلق، هتلاقي في عندك الفرق بوزاليميك كونكريت او البوزولان على فرق ادري، هذا المصطلح الثاني. هلا اذا بنحكي عن البوزاليميك ايش المقصود بهذا المصطلح؟ احنا هي اي شيء ثاني او ماتيريال بتكون تحتوي على السيليكا او بتكون خصائصها تقريبا موازيه للسيليكا. على سبيل المثال هذا الرياكشن بتشمين اللي هي ذا فولكانيك رياكشن، وكبيره المياه ايش العلاقه ما يسمى البوزاليميك رياكشن. اجين ايش الرياكشن هذا او الهايدريشن ايش بفيدنا؟ اصبح في عندنا ماده، الماده اصبحت عندنا اكيزيف اند كوهيزيف، الماده اصبحت عندنا ماده لدينه متلاصقه او متجانسه. لو اضفناها نحن على ماتيريال اخرى ايش ممكن تعمل؟ تعمل لنا كماده لاصقه. بعد فتره زمنيه ايش بتعمل؟ بتتصلب وبتكسب قوه. فهذه فعليا اذا بنحكي لاشهر او هي الاستكشاف او هي بنحكي استكشاف ما يسمى بنين بوزاليميك سمنت is used to describe sediments obtained simply by dredging of natural materials at normal soil temperatures. وإذا نحكي نحن عن natural materials، من أهم natural materials بوزاليميك أشياء زي أي مواد مستخدمة أو بتكون طواقي براجي. هذه سواء كنا نحكي عن الوركينج أش يعني اللي هي عبارة عن الدمار، من الجهة الأخرى فينا إذا نحكي عن البوزاليميك أعدادات أشياء بتكون عبارة عن أعدادات. وما يميز اللي البوزاليميك أجريجيت إنها بتكون عبارة عن لايت ويت أجريجيت، فيها كتير بوينتس إيش تعطينا وتعطينا أجريجيت تسمى لايت ويت. تمام؟ فهذا إذا نحكي نحن عن أهم أو نحكي نرجع على المصدر الرئيسي أو نحن على اكتشاف ما يسمى بالسمنت. هلا في وقتنا الحالي مع تطور العلم فاكتشاف المادة اللي هي الأساسية اللي بتنتج إيش أصبح فيها السمنت مستخدم فورمن سمنت، هذا فعليا السمنت مستخدم حاليا في عملياتنا. صراحة تحس عودة بدأ أنا دخلت الرياض شوي كبير، صح هنحين التسجيل.